أكيد كان في طائرة سيفاكس وكان مباشرة من الطائرة معنا لو فونداتور معنا لو بي دي جي السيد محمد فريخة والانطلاقة تكون معه. مرحبا بك سي محمد. مرحبا بك سي وسيم. مرحبا سي محمد. سؤال بسيط، علاش حبيت تعمل الفول هذا؟ والله حبيت نحي عقدة اللي كانت عندنا تونس اللي احنا وني با كاباب باش نعمل لي فول لونكوري، وتونس كعاصمة معناها عندها موقع استراتيجي في البحر الأبيض المتوسط ومعناها تسحق باش تعمل الرحلات بعيدة المدى كيما المغرب كيما الجزائر كيما مصر، فهمني؟ وكعلاش حبينا نرفعوا التحدي هذا ونظهروا اللي احنا تونس دي موا سو لو بلان تكنيك حاضرين باش نعملوا نمشوا رحلات بعيدة المدى. وشفتوا التأثر نتاع العديد من المسافرين وقت الطائرة وصلت لمونريال وحطت بمطار مونريال. سي محمد فريخة، الطائرة هذه قبلنا جالية تونسية، قبلنا برشا تونسة، أصلا الناس اللي معنا في الطائرة يسألوا فيك. أكثر سؤال رجع باش نسأله لك تو كيك تجاوبوا فرد مرة العباد الكل، وقتاش باش يكون أول فول بصفة رسمية وتنحكيوا على السوم بعد؟ احنا بالفعل معناها بالرحلة هذه ظهرنا اللي من ناحية التقنية احنا حاضرين من ناحية الطائرة من ناحية الطاقم، ثم من ناحية الإدارية اتصلنا بترانسبور كندا. كما تعرف احنا الملف الترخيص بدأ من شهر فيفري 2013 واحنا في الخطوات الأخيرة، ومشينا ترانسبور كندا وتفاهمنا اللي هما مش يجيو في شهر نوفمبر باش يعملوا اللوديت ديفينيتيف، وإن شاء الله النتائج تكون إيجابية. ومن المتوقع باش من هوني لآخر العام يكون عندنا ترخيص باش نعملوا رحلات منتظمة نحو كندا. الترخيص هذا ناخذوه إن شاء الله من بداية 2014 باش نبداو بالحملات التجارية مش تتلقى رحلات معنا من بعد، فهمني؟ احنا مش من بداية 2014 مش يكونوا حاضرين معنا باش نقوم بالرحلات نتاعنا، تبقى الامور الترويجية والامور التجارية واللي مش نجيب بعد سنة. سي محمد فريخة، بداية 2014 ما تشوفش ممكن انه موعد متفائل شوية؟ لا، احنا كما قلت لك من ناحية الادارية ومن ناحية الفنية مش يكونوا حاضرين، بقى من ناحية التجارية كما تعرف مش نركزوا معناها معناها موقع الاستيفاكس في مونريال، مش قوموا ديجا قمنا بالاتصالات مع لي غراند اجونس دو فواياج، دونك يمكن بعد ناخذوا شهر شهرين باش نقوموا بالعملية الترويجية وباش نبداو رحلات على قاعدة صحيحة. لكن نقول انا الجالية التونسية معناها الموجودة في كندا اللي فريمون تأثروا بالرحلة هذه ورحبوا بها، قلنا لهم صبروا السنين معناها حكاية أسابيع وكل شيء ينطلق على قاعدة. كما تعرف عملنا دورة احنا على السوق وشفنا معنا الاثمان اللي تعمل فيها اكتويلمون رويال اير ماروك واير الجيري واير فرانس، احنا مش نبداو ارخص منهم، ومع معنا بعض الامتيازات من ناحيه الباجاج من ناحيه السيرفيس، فهمي؟ ان شاء الله معنا هما التونس ديجا فرحانين اللي معناها عندهم فول ديريكت من مونريال لتونس، وهذا معناه يخليهم من الناحيه النفسانيه مرتاحين معناها قريب لبلادهم. ان شاء الله مش نبداو برحله في الاسبوع ثم بعد الوتيره مشكون رحلتين، وان شاء الله على الاسلاف في المستقبل معنا الاسطول التونسي يعمل رحله يوميه. قلت لي قارنت مع الاسعار، انا بدي قمت بالمقارنه هذه، وحتى ملي تكلم معنا وقت قبل الرحله هذه سي فريد الفتني وبرشا بعثوا لنا رسائل وبعثوا لي انا شخصيا رسائل على المواقع الاجتماعيه، وقارنت انا على اساس كلامهم وعملت البحث نتاعي. دونك تقول ارخص معناتها باش تكون ارخص من 1500 دينار، كان مش حتى من 1400. والله سا ديبو من البيريود من الفتره، كما تعرف في الباس سيزون معنا التاريخ في تور نو تور دو 980 ميل دولار، بعد في لوت سيزون يبدا بال 1500 دولار يوصل حتى 2000 دولار، فهمي؟ اوتوكا شوف سي محمد علي التومي يضحك وراك وبيدو يعرف جوستومون الاجابه في عينيه، كانت سي فغي انت والفتره من العام. سي محمد فريخة، احنا راجعين توا لتونس، تقييمك ممكن غوسو مودو الرحله هذيا فيها برشا رجال اعمال، فيها مستثمرين، فيها وكلاء اسفار تبارك الله، فيها اعلاميين ونحييهم، فيها حتى رئيس البورصه معناتها حاضر معنا يعني شوفي الى اخره، معناتها كودي بومون تبارك الله. تقييمك للرحله هذيا واللي سمعته وين حبوا نمشيوا بها من بعد؟ والله الرحله هذه قررناها في ظرف وجيز، معنا بعد رجعنا من الصالون تاع باريس توبريزا قابلت سيباستيان بوليو سفير كندا بتونس، قلت له راه نحبوا نعملوا الرحله هذه الترويجيه، قال لي مازلت لنا 3 اسابيع نجموا ننجحوا، قلت له اذا تبدا تاخذ معنا انت وتاخذ معنا الحكومه التونسيه ننجحوا. وفيكتيمون سيتي لو كا، وانا نقول النتائج فريمون تو الموند ريكوني النتائج ils ont dépassé de loin les attentes. معناها بيرسون ما ساتوندي باش نلقاو الريسيت هذايا في الرحله هذه، سواء في ملتقى الاعمال الكندي التونسي، سواء في اللقاءات مع الجاليه التونسيه، سواء في المعرض السياحه.
وحتى زاد نهار السبت عملنا زيارات للمدرسة التكنولوجية العالية معناها في 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 مونريال وشفنا الطاقة التونسية الموجودة غادية. دونك انا بور ما معناها اون غروند ريوسيت بور لا بروميير فوا اللي تصير رحلة كيما هكا، وان شاء الله نعاودوا الرحلة هذه للصين في القريب العاجل ان شاء الله. الصين قبل الصين يظهر لي فما برنامج للسيال ديجا ممكن في شهر افريل. نعم اي هذا بالنسبه للمونريال. لا الصين ان شاء الله مش تكون في شهر ديسمبر، الرحله للصين ان شاء الله تكون في شهر ديسمبر. سي محمد فريقه، فما عنوان في التتباهي اما مناش كتجربتي تقولنا عليه، تقول عليه المستمعين في رويترز معناتها على الرحله هذية اللي صارت، شنو العنوان هذا؟ يقول سيفاكس ايرلاينز سي لون دي ريوسيت رار دي برانتون عرب. فوالا دونك هذه رؤيه رويترز. نشكرك سيد محمد فريخه. نذكر زاد